السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنقدموا لكم حريشات اللي غيكونوا ان شاء الله لذاد، نقدروا نديروهم في الكسكروط ولا في الفطور ديالنا اليومي ان شاء الله. اول حاجه ان شاء الله غادي ناخذ واحد البيضه غنقصوها في واحد الصلاديه ولا سوكيير بحال الطريقه هذه، ونزيدوا عليها كاس تاع السنيده وكاس تاع الزيت، كاس العنبه هو اللي كنعبروا به ديما كما كتشوفوا. غنخلطوا هذا الخليط مزيان حتى نحاولوا نذوبوا ديك السنيده ديالنا. بعد ما حركنا مزيان وحسينا بالسنيده دابت لنا واحد شويه، كنزيدوا جوج ديال الكيسان ديال البرتقال او عصير الليمون، تنخلطوا هذا الخليط، تنزيد واحد القبصه تاع الملح، وتنخلطوا الخليط ديالنا. غنزيدوا مما يعادل 7 غرام ديال الفاني او خنيشه ديال الفاني، دابا ان شاء الله غادي نزيد واحد الكاس ديال الفورس ديال العنبه. غنزيدو عليه جوج ديال الخمارات او ما يعادل 14 غرام ديال الخميره كيماويه، غنخلطوا الخليط. دابا ان شاء الله غادي نبداو نزيدو في السميده رقيقه، كنبقاو نكبو السميده بشويه بشويه حتى كيعقد عندنا الخليط. كما كتشوفوا معنا زدنا 5 ديال الكيسان ديال السميده ديال العنبه. دابا ان شاء الله غنخليو العجينه ديالنا ترتاح، كما كتشوفوا العجينه ما خصهاش تكون قاطحه، خليوها ترتاح واحد 15 حتى 20 دقيقه ونديروها ان شاء الله في اللاطه باش نحطوها تطيب باذن الله. دابا ملي ارتاحت معنا العجينه ان شاء الله دابا غادي نحاولوا نكوروها ونديروها في اللاطه ان شاء الله. ناخذ شي زليفه صغيره ودهنوها بالزيت، حاولوا نديروا فيها شويه سميده بهذه الطريقه هذه، باش ما تلصقش لينا الغريبه ديالنا او الحلوه ديالنا. كنحاولوا نبركوا عليها شويه بحال هكا، الطريقه هذه تنديروا عليها شويه السميده للفوق، تنحطها في اللاطه ديالنا. بالطريقه هذه كما كتشوفوا معنا دابا كملنا دوك الحريشات ديالنا. اللي بغى يكورهم بيدو ماشي مشكل، ديروهم على شكل غريبه،
وانا فضلت انني نزوقهم بشويه ديال اللوز، وهذه كتبقى اختياريه بحال الطريقه هذه. اللي بغى يخليهم عاديين كيخليهم عاديين، واللي بغى يزوقهم بشويه اللوز ولا شويه ديال الكاوكاو عندكم الاختيار بالطريقه هذه. كنبقاو غادي نكملوا اللطه ديالنا ان شاء الله كامله وندخلوهم الفران ان شاء الله. كما كتشوفوا هذه الحريشه ديالنا كتجي مشقه من الفوق وكتجي محمره. كنتمنى لكم شاي طيبه.